يعني بنحكي عم نحكي عن خلينا نحكي عن اعلان لنائب وزير الخارجيه الايراني عباس عراقجي بفيينا، قال فيه انه ايران بتريد التزود باليه انستكس لا يعني بتقدر انه تسمح لحالها مع الاوروبيين بالتزود بما ينقصها الان في ظل العقوبات الامريكيه. هل يعني طبعا هذه التصريحات كمان في الى جانبها هناك تصريحات عاليه السقف، ظريف تحدث صحيح عن نفاد للصبر، ايضا هناك تهديدات بالانسحاب حتى من وهذا تيار معين داخل ايران. نعم. يعتقد بان اوروبا قادره على انقاذ ايران من الغرق الاقتصادي، ولكن نعم في نفس الوقت التيار المتطرف او الصقور داخل الحرس الثوري الايراني يعتقدون بان هذا نوع من المماطله او نوع من الشرك يقوم بوضعه المجتمع الدولي لتوريط إيران أكثر وأكثر. نعم. كون أوروبا غير قادرة على الالتفاف على هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تشمل كل العالم وليس فقط التعاملات ضمن المنظومة الأمريكية، أن الاقتصاد الأمريكي يسيطر على الاقتصاد العالمي، ومن هنا العديد من الشركات العالمية لن تقوم بالمراهنة على هذه الخطوات الالتفافية على العقوبات وتفضل الانسحاب من الداخل الإيراني أو من التعامل مع أي مؤسسة لديها شبهة بأن تتعامل مع إيران. وكل حديث بأن أوروبا قادرة على فعل دور ريادي في حماية إيران هو نوع من الوهم بحسب اعتقادي. طب هالتصريحات عالية السقف هل ربما تكون رغبة في يعني الوصول إلى طاولة حوار جديدة ربما؟ نعم، أو لا شك بأن إيران تعتقد بأن قد يكون هناك أوباما آخر ضمن نعم الإدارة الأمريكية، ويراهنون بأن الإدارة الأمريكية قد تعود إلى ما قبل إعلان العقوبات أو الانسحاب من الاتفاق النووي. كل الإدارة الأمريكية وحتى الكونغرس على رأسهم الديمقراطيون يعتبرون بأن ما يحصل مع إيران هو شيء طبيعي، والعقوبات التي تفرض على كل من إيران وحزب الله وبالتحديد قانون هيفبا الذي يحاسب حزب الله هو قانون يتمتع بدعم كل من الكتلتين الديمقراطية والجمهورية في الكونغرس الأمريكي، وليس هناك من حاجة لمحاولة استمالة الديمقراطيين فيما يتعلق بالعقوبات على إيران. نعم، طيب هل بتعتقد أنه ممكن إيران فعلا تصدق بتهديدها بالانسحاب من الملف النووي في مصالح لها بهذا الموضوع؟ لا أعتقد بأنها قادرة كون اقتصادها لا يسمح بذلك. إذا كانوا يريدون العودة إلى موضوع التسلح النووي فهم سيخاصمون المجتمع الدولي بأكمله، ولا أعتقد بأن حتى حلفائهم من الروس والصينيين قادرين على تغطياتهم من داخل الأمم المتحدة. نعم. وكل هذه نوع من محاولة لتغلية الثمن أو محاولة الحصول على تنازلات إقليمية. هذه تكبير الحجر كما يقول هو الحصول على تنازلات في بيروت وفي بغداد وفي اليمن. نعم. وليس نوع من خطة عالمية يريد الإيرانيون أن يحصلوا عليها. نعم. طيب يعني أنت بتعتقد بأول حديثك أنه ربما آلية أنستكس ممكن ما تجني ثمارها. هي مراهنة، يعني خاصة أنا هون بدي أحكي بس يقامرون نعم على اقتصادهم الداخلي على أوروبا التي في آخر المطاف عليها أن ترضخ إلى الضغوط الأمريكية. إذا نعم ليس الآن مع استمرار تصرفات حزب الله وتصرفات الميليشيات الإيرانية في المنطقة. نعم. إن كان أوروبا تريد فعليا المحافظة على علاقة طيبة مع دول الخليج العربي عليها احتواء إيران، وأي محاولة لإنقاذ إيران من هذا الفخ أو هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية مما يعني بأن دول الخليج على رأسهم السعودية ستخاصم دول أوروبا، وهذا نعم شيء أساسي جدا فيما يتعلق بالحرب الاقتصادية على كل من إيران وأذرعتها في المنطقة. نعم. طيب هناك يعني الآن في دعوة من الولايات المتحدة للأمم المتحدة بتشديد الخناق أكثر على إيران، أيضا في اتهامات لإيران بتحدي يعني قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاق صاروخ باليستي، وأيضا يعني إطلاق قمرين صناعيين منذ شهر ديسمبر. كيف تقرأ ذلك؟ إذا كان أي أحد من المتابعين يعتبر بأن إيران هي قوة علمية وقوة اقتصادية وهم قادرين على مقارعة الأمريكيون بشكل عام أو حتى أي من دول الغرب، نحن سندخل في نوع من الكوميديا السياسية. نعم. أن إيران تحاول أن تظهر إلى العلن بأنها قوة عظمى، هي قوة إقليمية قادرة على خلق نوع من الفوضى وليس عامل استقرار. لو كانت إيران عامل استقرار كانت العديد من الدول التي توجد فيها ضمنها المنظومة الإيرانية على رأسها لبنان واليمن والعراق وكل تلك البلدان تتمتع بنوع من الصحة الاقتصادية والصحة السياسية. نعم. أن وجود إيران في أي منظومة معينة تضعف هذا النظام وحتى النظام الإيراني الداخلي، ونحن نتابع ماذا يحصل
نوع من التجاذبات، وحتى ما حصل مع محمد جواد ظريف منذ فترة استقالته بالرغم من أنه من المحافظين، هناك تيارات تتقارع لا سيما فيما يتعلق بالمرحلة الآتية، والمرشد غير قادر على إنقاذ البلد. ليس هناك من جرعة سحرية لتفادي هذه العقوبات، وترامب ليس وحيدا، هو يملك آلية معينة ويملك نوع من النظرة فيما يتعلق باحتواء إيران. الأشياء الثانية، قد يكون ترامب متعسر أو يكون يتمتع بنوع من الحماقة السياسية، ولكن فيما يتعلق بإيران هناك نظرة ثاقبة ونظرة محددة بأن تجفيف مصادر التمويل لأزرع إيران في المنطقة سيجعل من إيران تعود إلى دورها الطبيعي ما قبل الغزو العراقي. طيب، المراقبين السياسيين بيتحدثوا عن تراجع بالموقف الأوروبي المناهض للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد القرار البريطاني بتسمية حزب الله بشقه السياسي والعسكري أيضا ضمن قوائم الإرهاب. هل تعتقد أنه موقف بريطاني ممكن أنه ينسحب على دول أخرى بالاتحاد الأوروبي؟ هو نوع من إشارة بأن كل شيء وارد. نعم، وفي آخر المطاف إذا أردنا أن ننظر أن المجتمع الدولي وأي محاسبة تقوم على النية وعلى الفعل، وأن إيران تقوم بأفعال منافية للاتفاقات الدولية وتقوم بنوع من أخذ هذه الاقتصادات وهذه المجتمعات رهينة سياسية، وأن إن كان ماكرون يبغى في أن يحصل على نوع من التنازلات الاقتصادية لا يستطيع أن يقوم بذلك، وهناك كذلك ألمانيا. ألمانيا جزء أساسي من هذا الموضوع. إن كان هناك نوع من التنازل من ترامب إلى المجتمع الأوروبي، سيقوم المجتمع الأوروبي بتلبية طلبات ترامب، علما بأن علينا أن ننظر إلى محاولة تشديد القناق على إيران في كافة أرجاء المعمورة على رأسهم فنزويلا. ماذا يحصل في شوارع كاراكاس وماراكايبو وفنزويلا بشكل عام؟ هو محاولة لضرب إيران والمنظومة الإيرانية لتستفيد من هذه الشبكات الغير شرعية لتمويل الأموال. نعم. طيب، بالحديث عن حزب الله وكلمته الأخيرة، هناك ضائقة مالية تحدث عنها بوضوح. هناك لأول مرة اعتراف واضح بأن هناك أزمة. في السابق كان حسن نصر الله يهزأ من هذا النظام الرأسمالي، وهو ليس بحاجة للمال وأموال نظيفة وكل ذلك من تصريحات والتكابر على هذه العقوبات. أما الآن فنرى بأنه يحضر شعبه أو يحضر قاعدته بأن هناك نوع من مقاومة اقتصادية ويدعوهم إلى التبرع، ولكن لا أعتقد بأنه يوجه رسائل إلى الخارج بل رسائل إلى الداخل، وبالتحديد إلى خصومه في السياسة على رأسهم وليد جملات وما يسمى 14 أذار في السابق، بأن هناك حاجة لحزب الله بأن بالعربي المشبرح يمد يده إلى الخزينة اللبنانية، هناك حاجة إلى الحصول على الأموال من النظام الزبائن اللبناني، وهذا شيء أساسي للاستمرار في هذه المرحلة. نعم. يعني كمان أيضا نصر الله شدد على أنه تمويل الحزب ليس إيرانيا فحزب، شو كان الأصل؟ هذا نوع من استخفاف بعقول البشر. نعم. أن نشأة حزب الله في لبنان هي نشأة إيرانية وتمويل إيراني، والحرس الثوري الإيراني هو أساسي، وهو قد جاهر في السابق بأنه جندي في حزب ولاية الفقيه. نعم. وفي آخر المطاف أعتقد بأن على الأب أن يعطي أموال إلى أبنائه، وهو ولد في تركيبة العائلة الإيرانية. نعم. والقول بأن تمويلهم يأتي من 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 تبرعات مناصريهم، هذا شيء لا يكفي. أن المقاتل في سوريا وفي اليمن الذي يتقاضى الرواتب لا أعتقد يتقاضى من مواطن يعيش في حارة حريق أو في بيروت أو حتى في طرابلس، بل هو يحصل على أموال من بيت مال المسلمين في إيران. والضائقة المالية والعقوبات المالية على الداخل الإيراني وضعت حد لهذه الملايين من الدولارات التي في آخر المطاف ليست أموال شريفة وليس أموال نظيفة. إن لجوء حزب الله إلى القنوات الغير شرعية من تجارة المخدرات وحتى تهريب الأموال هي لمحاولة الالتفاف والحصول على الأموال تحت أي ظرف وتحت أي الغاية تبرر الوسيلة، وهذا شيء معروف عن أي تنظيم عسكري يريد المحافظة على كيانه على رأسهم حزب الله. طيب، إذا بدنا نحكي عن المستقبل القريب وحتى البعيد، كيف بدها تأثر هذه الضغوطات على نشاطات الحزب؟ لماذا ليس علينا أن ننظر إلى المستقبل، لا ننظر إلى الحاضر. أن حزب الله وبيئة حزب الله هي جزء من المجتمع اللبناني. أن المجتمع اللبناني بأسره يمر بضائقة مالية. أي شخص متابع للداخل اللبناني والتداولات المالية يعرف بأن هناك مأزق، وأن الانهيار هو حاصل فعليا بسبب عدم وجود نوع من الثقة في النظام المصرفي وغياب خطة واضحة للطبقة السياسية اللبنانية بإصلاح بقيام بالإصلاحات اللازمة.
ومحاولة جذب الاستثمارات الغربية والعودة إلى الفلك العربي. نعم. لبنان في الوقت الحالي بالرغم من كل الإشارات الإيجابية لا يتمتع بنوع من الحماية المالية والسياسية العربية. نعم. وحزب الله هو أحد الأسباب الأساسية لهذا السقوط المالي والاقتصادي. نعم. طيب يعني الحراك اللي عم بيجي الآن في لبنان، هناك مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، عم نحكي عن ديفيد ساترفيلد. عنا كمان عم تيجي هاي الزيارات في سياق التمهيد لزيارة مايك بومبيو. يعني بدؤ كل هاي التطورات، كيف تقرأ الزيارة؟ كان تصريح ساترفيلد على منبر وزارة الخارجية هو شيء تحذير مقلق وخطر. نعم. قال نحن نراقب أن الدولة اللبنانية لديها خيارات ونحن نراقب هذه الخيارات. في حال استمر سعد الحريري وجبران بسيط بمحاولة الهروب واستعمال سياسة خطة النعامة، أي محاولة تفادي الواقع والقول بأن حزب الله أو مشكلة حزب الله هي مسألة إقليمية، سيواجهون بعقوبات حازمة على النظام اللبناني. إن حزب الله هو جزء من الحكومة اللبنانية، وعلى سعد الحريري أن يقوم بالتترس بما يتعلق بما يسمى سياسة النائب النفس، وهو في الوقت الحالي لا ينأى بنفسه، هو جزء من أو يسمح بحزب الله باستعمال الدولة اللبنانية والقيام بهذه الحملة على الفساد، وبالتحديد محاولة النيل من السياديين في المنظومة اللبنانية على رأسهم فؤاد السنيورة والعديد من الأشخاص الذين يعارضون سلاح حزب الله. نعم. على دولة الرئيس سعد الحريري وفخامة الرئيس ميشيل عون بالرغم من أنه حليف حزب الله أن يدعو لطاولة حوار ويلتزم بما تعهد به أثناء مؤتمر روما، أي التحدث باستراتيجية دفاعية ونزع سلاح حزب الله بالتراضي. يعني في هل حيستطيع من الحد من تأثير يعني حزب الله بالسياسات الحكومية اللبنانية؟ لا أعتقد. كلما يستمر التورط أو هذا الحلف المقدس بين سعد الحريري وجبران باسيل الذي لديه طابع مالي وطابع محاصصة لبنانية. نعم. لا أعتقد بأن سعد الحريري قادر على الانسحاب من التزاماته الاقتصادية والسياسية، وسيقوم حزب الله كما يحصل الآن بتسخير هذا الوضع السياسي السيء الداخلي لمصلحته في محاولة مستمرة لتفادي العقوبة. نعم. يعني الباحث والكاتب مكرم رواح، شكرا جزيلا. شكرا.